الولايات المتحدة الأمريكية قامت برشوة الرئيس الإيراني الجديد بناء على مواقفه الجديدة؟ لابد أنها تمت بموافقة أمريكية، لأنه مثل هذا المبلغ الكبير لا يمكن فك تجميده بدون موافقة أمريكية. ولكن الولايات المتحدة ترغب في رشوة الرئيس الإيراني الجديد على أمل في تحويل ألفاظه الجديدة السلمية الراغبة في الصلح والمصالحة مع الولايات المتحدة رشوة الرئيس الإيراني إلى أفعال في وجودي أثناء وجودي هنا في دكتور عاطف. عفوا معذرة، أنت تصر على كلمة أنه الولايات المتحدة الأمريكية قامت برشوة الرئيس الإيراني الجديد بناء على مواقفه الجديدة؟ نعم، في محاولة لاستطلاع ما إذا كان من الممكن أن يحول أقواله المسالمة إلى أفعال مسالمة. ولكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة تعلم أنها ترغب في إعطاء إسرائيل الفرصة السانحة لتفكيك وخلخلة المنظومة الإيرانية الداخلية وخلخلة وتفكيك محور المقاومة. كيف يتم هذا؟ أولا عن طريق ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي ضرب إيران عسكريا منشآت نووية أو منشآت نفطية. يعني يا دكتور عاطف معذرة لأن الوقت داهمني، لكن هنا سؤال يفرض نفسه. كما كان يتحدث السيد جورج أن أمريكا في الحرب العراقية الإيرانية لعبت دور الموازن هنا وهناك، وكأن أمريكا الآن تعيد نفس الدور في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، هم تلعب دور الموازن. الآن المواجهة محتدمة وعلى أبواب حرب شاملة تعطي إيران 6 مليار دولار. التاريخ يعود نفسه؟ نعم، الولايات المتحدة تسمح لإيران بتصدير 20% من إجمالي إنتاجها النفطي، لأن الولايات المتحدة تدرك أن العالم بما فيه الولايات المتحدة في حاجة إلى استقرار لأسعار النفط، فهذا عنصر من عناصر نعم سياسة الموازنة.